دكتور معدتي حساسة جدا ومش بتقبل أي أدوية وبرشام خالص، إزاي أعالج الجرثومة والتيفود وهو نوع واحد من الأربعة ونسبته 1/160؟ ده التيفود بقى. ده جرثومة معدة. لا هي عندها جرثومة معدة. جرثومة وتيفود ولا إيه؟ مش عارف. عندها الاثنين. هي جالها يعني بص أولها خالص هي لقيت نصها تاني. أولها هي دكتور بيقول بالله عليك يا دكتور في جرثومة معدة وتيفود وصداع مستمر وفي كمان نقص في فيتامين د، وبقيتها بقى ومعدتي حساسة جدا ومش بتتقبل البرشام، ازاي اعالج الجرثومة والتيفود؟ طيب بص، هو التيفود بالنسبة للتيفود بدل مش عارفة تبلع برشام مادة السيفوتاكزيم او السيفاتراكسون، بس لازم يتعمل اختبار حساسية. دي حقن، ممكن تاخد حقن لمدة 5 أيام الصبح وبالليل، بس تعمل اختبار حساسية. سيفوتاكس مثلا 1 جرام مرتين يوميا، او زوراكسون 1 جرام مرتين يوميا لمدة 5 أيام، ده هيظبطوا موضوع التيفود ان شاء الله. كويسين جدا. بالنسبة بقى لموضوع الجرثومة، لو أشربة بقى، لو مش عارفة تبلع برشام خالص، لو أخذت مثلا حاجة زي نانازوكسيد شراب، بس هيبقى بقى 15 سنتي صباحا ومساء لمدة 2 أسبوع شراب، وتاخد معاه حاجة زي دونوبرازول 40 أكياس كيس على الريق يوميا لمدة شهر، وتاخد اعتقد ان هيبقى ده كفايه مع المضاد الحيوي اللي اوريدي اخدته للتيفود اللي هو السيفوتاكزيم، لو اخدته 5 أيام او اسبوع حتى مفيش مشكله، بس اهم حاجه المضاد الحيوي وتعمل له اختبار حساسيه الاول. بالنسبه لنقص فيتامين د، حقنه ديفارول كل شهر لمده 3 شهور هتظبط الموضوع بعيد عن الاقراص خالص. حلو جدا.